السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وي غادي نتكلموا على الهيصة المساكين وهذو صحاب القنوات تاع بيع الأوهام، يعني وين يبيعوا الأوهام. ما صابوش مشاكل على بالكم؟ مش مشاكل باش يتكلموا عليهم، كلش واجد على بالك، كلش واجد، ما صابوش مشاكل على بالك، ما كاش مشاكل كاع، ما كاش ناس ساكتة قاعد يقارعوا بالك بالشيخ يهضر منا، بالشيخ راه يقول بلي مليحة ومنا، حسين جندة يقول مليحة، رفيق واعي يقول مليحة، درهم شتا خرجوا، خرجوا ناس وحدة آخرين يخرجوا يجوا للبلاطوات يعطوا ومن بعد يخرجوا هذا كيما ذاك الحلوف ذاك مسيلمة الكذاب هذاك، هذاك مسيلمة الكذاب وجماعته، دروك خرجوا ناس في البلاطوات، يخرج واحد يدير لك كيما هكا. يعاود يولوا هادو مولين ما يهدرلكش الحاجه اللي جايه ولا الحاجه تاع دروك واللي راهي جايه، لا يعاود المدرب رسلوا له ميساج قالوا له نتايا مفلس تكتيكيا، المدرب او قالها له بيوميه بيومي تاع مصر قالها له فيكتوريا قالها له بيومي قالها له الناس قالوها له توانسه قالوها له جزائريين حتى جزائريين وقالوها له نورمال عادي وين المشكل واش دار امام مصر؟ قال لك مين قال لك يحافظ على السريه التامه في الخطه يا ودي باقي شي الناس هي تقرا الفيديو اي يقراك يقراك كيفاش بريمير ميتو الناس فما قاعدين ستاف تكنيك باقي حاسب باللي مساعد مساعد مدرب تاع حراسك دايرو مساعد تاعك لا 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 مش كيما هكا ستاف تكنيك لي مع 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 المدربين يعني تاع الفيديو تاع كيفاش فماك يعطيك ربع ساعة الأولى لادفيرسير كيفاش يلعب وستايا كي تلعب له كي تغير له يعني ما بين الميتو الميتو يكشفوا لك يعني العيوب دوزيام ميتو يدخلوا يبدلوا الخطة حنا ما عندناش اللي يبدل الخطة حنا ما عندناش اللي يبدل الخطة ما كانش اللي يبدل الخطة شكون اللي يبدل الخطة العب برك لعبها ماجي لعبها ماجي كيما ربحنا كيما نهار درنا ماتش نيل مع مع مصر يعني لاعب فردي يعني كيما نقول لك حنا مجهود تاع لعابه برك امام موزمبيق موزمبيق كي تشوف موزمبيق فون دو جو عندها يقلبوها يطلعوا طاك 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 ماندريا يخرج طاك 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 ماندريا يخرج غير ماندريا يخرج ميير جوار شكون ماندريا امام السنغال شكون ميير جوار ماندريا امام تونس شكون امام مصر شكون ميير جوار ماندريا نورمالمون ميليو تيرا اتاك المهم اتاك ولا ديفول ولا حاجه لا ماندريا رجل المباراه ماندريا امام السنغال رجل المباراه ماندريا هنا ماذا يدل كي تشوف تا السنغال يقلبوا الي الي قالي 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 دو ماندريا خرجها على ماذا يدل انت ما عندكش طريقه لعب انت ما عندكش طريقة لعب عندك تنقاز نتايا هذا مكان هنا البنت اللي تبركة للسينيغال كي تبركة زيد أمام تونس زيد أمام مصر زيد أمام موزمبيق كي ربحنا كاين طريقة لعب هضروا الحقيقة مكاش طريقة لعب مكاش طريقة لعب والله ما نسعاوها وذا المدرب رانا نكتلو في الوقت معاه يعني ضيعنا الوقت كبير ضيعنا الوقت من 2020 يعني لو كان جيتو فايقين مع بوركينا فاسو طار الحمام مع بوركينا نتوما اقصاء وردي اقصاء بنادم فشل فشل ذريع 2022 فشل ذريع يخرجوا لك تايا واحد يبغي يساهمك يقول لك لا كاين لا رب العالمين فشل ذريع ما كانش كاع مدرب جا قبل 3 شهور ولا 4 شهور قبل الكوب دافريك ايكيب واجده ديناها موراها المنتخب تطور ما تطورش ما تطورش مازال اليوم ما تطورش مدرب تاع كيما مدرب غادي يدخل يلعب لك 2019 مازال ما دارش مازال مازال ما داروش ميزاجور هذا الهيصر مازال حابس 2019 مازال حابس خاطر هو يلعب يلعب بخطه تاع واحد المناصرين برك هذا واحد واحد الاعلاميين هذا ما كان يلعب بخطه تاع الناس العصريه ما كانش والله ما كان كاع هيا لي هذي هادو ما صابوا والو مساكين راهم غير راهم كي البراك راكم انتوما والبراك غير كيف كيف راكم تعيطوا على الله ما كان لا مشاكل ما كان كلش واجد الاتحاديه وجدت كلش ما صابو حتى حاجه يعني ما كان والو كلش واجد في بلاصتو طاق طاق طاق
عندي قال هالميدان كان لا مؤامره لا والو، هم يا هذو مساكين مؤامره اللي تهضر كاين اللي مي تهضر معايا تلقاك او لا خرجنا برومي تور دير حسابك باللي محرز وما طاوش ميير جوار في لافريك، شنو دخل محرز في لافريك مع الـ مع الـ مع البارتيات هاودي هو انتوما كنتو تقولوا لنا موزمبيق موزمبيق وبيلعبوا لنا الزوج مي ربحنا، راكم تنساو حاجه نورمالمون مين نربحوا قولوا رغم المؤامره، انتوما راكم تنساو مؤامره تنساو الملعب تنساو الحاكم تنساو كاع الغاشي وتكبصوا غير المدرب يفوز المدرب يفوز المدرب يفوز المدرب يفوز، قولوا بطريقه تاع لاعبين انا موزمبيق النهار اللي بغينا نلعبوا مع موزمبيق قلت لكم يا جماعه الى مركاونا يا ودي غادي تجيب شكاره بصح الى ما مركاوناش قلت لكم دوزيام ميطو وين شاهدنا وين ديفونسير تاع موزمبيق يعطوه هدايا وشاهدنا يعني زوج هدايا طعموا لكم على طريقه لعب طلعنا بها ليالي لا ما كاش كاين ما كاش بعد خرجوا لنا هذو الاعلاميين وهذو الشوال البراك هذو اللي في اليوتيوب خرجوا يقول لك شي يقول لك ما خاصناش اللعب خاصنا غير الفوز عاودي غادي تتلاقى مع واحد ما يلعب مليح ويفوز مليح كيما راه الكوت ديفوار ثلاثه ولا نب ثلاثه والراي مالك ودايم بالعين عليك ما تعرفش تحل ما تعرفش تحل على روحك انت شوي غادي تروح ما صابوش مساكي سبايا ها عاودوا ولوا 2019 عاودوا ولوا التصريحات تاع بالشيخ 2019 بالشيخ غابنكم حسين جناد منا غابنكم راخر غابنكم مكاش لا يهدر كلنا مع المنتخب الوطني الجزائري مع غيري كيما حنا عندنا منتخب يعني عندنا من خيرة ابناء افريقيا اللي غادي يلعبوا لعابة جزائريين اللي عندنا كل هذا المدرب يعرف كيفاش يبلاصي اللعابة بلاصمو تاع اللعابة ويستغلهم لا والله قد يولا كاين ها قد يولا كاين لا كاين قد يولا هذي غادي تشوفوا التشكيله انا نقول لكم والله لا شفتوها غادي تشوفوا التشكيله نورمال انا نقول لكم تشوفوا عطال ماندي بالعمرين بولحيب بالسبعيني الا كاين قد يولا الا مكانش قد يولا كاين بن طالب في غولي بالناس شوف التشكيله اللي غادي تشوفوها زعما خلينا كارديا ماندريان بولحي خلينا ما الا مكاش بن عمري الا مكاش بن عمري كاين عطار ماندي بن سبعيني اي تنوري غادي تشوفوا في بلاصه هادي صايد دروك صايد قالوا كاين زوج زياده هنايا كاين زوج جدد كاين غادي تشوف واحد جديد برك بن طالب ماشي جديد بن علي راه كسمو اي تنوري برك غادي تشوف ماندي عطار ماندي بن سبعيني اي تنوري في الوسط ها واحد برك جديد واحد برك واحد من بعد غادي تصيب بن طالب قديولا بن ناصر محرز بلايلي بونجاح استفاد انت يا من اللعابه الاخرين استفاد من اللعابه الاخرين استفادوا من اللعابه الاخرين انا نقول لكم تستفادوا منهم مليح يا ودي خاصنا مدرب اللي يصنع لنا منتخب اخويا انا نقول لكم خاصنا مدرب اللي يصنع لنا منتخب أنا أقول لكم هاي خاصنا مدرب هذا مدرب مكاشي شغادي نقول لكم لا ما عندناش مدرب حنا البروبليم تاعنا ما عندناش مدرب بس غلطة هذه هي ها راه آدم والناس راه وصل فاني عجب الناس ميتو نورمال عادي خارب الناس ميتو وانا في 11 جوال كيما هكا محرز تيجي في غرض الله يجعل ما يتزوجش نهار البرومي ولا الدو ما يتزوجش محرز الله يجعل ما يتزوجش البرومي ولا الدو ما يديرش العرس هادي هي ويجعل ما يتزوجش برك كسول الغاشي
لا ما تنساو عطوناش كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد وخاطي.